أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن المواقف الدولية الجديدة من حرب اليمن وتصريحات الخارجية والدفاع الأمريكيتين عن ضرورة إيقاف الحرب خلال 30 يوما. دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى وقف الأعمال القتالية في اليمن، مشيرا إلى أن المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب يجب أن تبدأ الشهر المقبل. وقال بومبيو إنه ينبغي على الحوثيين المتحالفين مع إيران الكف عن تنفيذ ضربات صاروخية ضد السعودية والإمارات، وإن على التحالف أن يتوقف عن شن ضربات جوية في كل المناطق باليمن. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: هل تمثل التصريحات الأمريكية بداية لإيقاف الحرب؟ وماذا يمكن أن يقدمه الخارج للأزمة اليمنية التي تعدد فيها اللاعبون الدوليون والإقليميون؟ نتابع التقرير التالي ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. حان الوقت لإيقاف الأعمال القتالية في اليمن، دعوة صادرة من رأس الدبلوماسية الأمريكية ومسؤولين غربيين تؤشر إلى دخول الحرب في اليمن مرحلة جديدة من الحراك السياسي في عواصم القرار الدولي. وفيما بدا أنه تطور نوعي في الموقف الأمريكي، شدد وزير الخارجية مايك بومبيو في بيان له على ضرورة وقف الحرب بسرعة ووجوب بدء المفاوضات التي دعا إليها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث الشهر المقبل، ووقف الضربات الجوية في المناطق المأهولة بالسكان في اليمن، على أن توقف ميليشيا الحوثي في المقابل تنفيذ ضربات صاروخية تستهدف السعودية والإمارات. وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس دعا من جهته كافة أطراف الصراع إلى وقف إطلاق النار والدخول في مفاوضات جادة، وذلك خلال كلمة ألقاها في ندوة نظمها معهد السلام الأمريكي بالعاصمة واشنطن، وحدد من خلالها تصوره للحل طويل الأجل والذي يبدأ بوقف لإطلاق النار والانسحاب من الحدود ووقف الغارات الجوية، وأن يجلس الجميع على طاولة المفاوضات خلال 30 يوماً. الوزير ماتيس حث جميع الأطراف المتحاربة على التحرك قدما نحو جهود السلام، ليس مستقبلا بل خلال 30 يوما القادمة، معبرا عن اعتقاده بأن السعودية والإمارات على استعداد للمضي في الأمر. وفي ذات السياق، اعتبرت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي أن حرب اليمن لا مخرج لها، ولذا حان الوقت لكي تنتهي، إذ أنه لا جدوى من الحل العسكري. وكانت الوزيرة بارلي تتحدث لإذاعة بي أف إم، حيث أوضحت أن فرنسا تمارس ضغوطاً بالتعاون مع الأمم المتحدة من أجل الوصول إلى حل سياسي في اليمن. نجحت إذن مساعي المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث في تحريك الموقف الأمريكي هذا القدر من الخطوات المتقدمة إلى الأمام، بعد أن أمضى أياماً في واشنطن في مشاورات مع مستويات متعددة في الخارجية الأمريكية. لكن من السابق لأوانه القول إن الجولة المرتقبة من المشاورات اليمنية يمكن أن تدفع بالأطراف نحو السلام، رغم توفر عوامل عدة تجعل من هذه الخطوة ممكنة التحقيق في ظل الأزمات المتلاحقة التي تعصف برأس التحالف العربي السعودية. مجددا ترحب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من زوايا الحدث، كما أرحب بمن تنضم إلينا من المنامة، الكاتبة والباحثة السياسية الأستاذة ميساء شجاع الدين. أرحب بك أستاذة ميساء. بداية دعينا نتحدث عن التصريحات الأمريكية، وزير الدفاع ووزير الخارجية كذلك، كيف تنظرين إلى واقعها ومدى تأثيرها على الحرب في اليمن؟ التصريحات هذه كانت لها أكثر من أسبوع، يعني وزير الدفاع الأمريكي في حوارات المنامة كان يتكلم على ضرورة وقف حرب اليمن. في توجه في الإدارة الأمريكية أنه ملفات السعودية صارت كثيرة، والملف الخاشقجي أثار عليها الرأي العام الأمريكي. وأيضا الآن يعني لما أي حد يتابع تغطية الإعلام الأمريكي أو الغربي، فدائما يثار قضية اليمن ضمن الملفات المحسوبة على السعودية، فبالتالي في ضغط كبير إعلامي عليهم أنه لابد من إعادة النظر في علاقتهم مع السعودية وتحديدا بيع الأسلحة. فالآن هذا يأتي في هذا السياق، أنه لابد من وقف حرب اليمن، لابد من قفل أحد الملفات الثقيلة للسعودية والتي هي حرب اليمن. فهي جاية من هذا السياق. وكان وزير الدفاع الأمريكي كان واضح قبل أسبوع في حوارات المنامة، والآن أعيد التصريح من جديد، والحديث كله على أنه المفاوضات الآن في نوفمبر، هذا الشهر القادم يعني في السويد تقريبا.
طيب يعني هو يجي إشارة إلى أنه ماتس تحدث أيضا في تصريحات مؤخرا أثناء ندوة للمعهد الأمريكي للسلام في واشنطن على مسألة وجوب حل السلام خلال 30 يوم. أرحب بمن ينضم إلينا أيضا إلى هذه الحلقة، مستشار وزير الإعلام الأستاذ مختار الرحبي الذي ينضم لنا عبر الهاتف من الرياض. أستاذ مختار، إذا تصريحات الأمريكية تصريحات أيضا مؤيدة لهذه التصريحات من قبل المبعوث الأممي مارتن جريفيث بخصوص تحرك ملف عملية السلام، ترحيب من الخارجية أو إبداء الخارجية السويدية لاستعدادها لاستضافة مشاورات سلام، كذلك هناك دعوات فرنسية في هذا السياق وهذا الصدد، كيف تنظر الحكومة إلى مجموع هذه التصريحات الخارجية؟ أولا مساء الخير عليك وعلى المشاهدين وضيفك الكرام جميعا. مبدئيا الحكومة أعلنت أكثر من مرة وليس جديد على الحكومة أن تعلن استعدادها للذهاب إلى أي مشاورات في أي زمان في أي وقت في أي مكان. ليست المشكلة لدى الحكومة في الذهاب إلى مشاورات لإنهاء الحرب، بل أن قامت رئيس الجمهورية أعلن أكثر من مرة أنه يدعو إلى السلام وأنه رجل السلام ويمد يده إلى السلام، لكن المشكلة هي أن الطرف الآخر هي الميليشيات الانقلابية هي التي ترفض السلام، وهي التي رفضت الذهاب إلى جنيف مؤخرا من أجل الدخول والانخراط في مشاورات من أجل إنهاء الحرب في اليمن. أن تحدد الإدارة الأمريكية في 30 يوما بإنهاء الحرب، أنا أعتقد أنها كان من المفترض أن تطالب بإنهاء الانقلاب الذي هو سبب الحرب. علينا أن نبحث عن الأسباب وعلينا أن نشخص الحالة اليمنية. البعض للأسف الشديد أنه يشخص المرض ولكنه يقوم بطرق علاج غير علاج فعال لإنهاء الحرب في اليمن وإنهاء ما يحصل في اليمن. الحكومة اليمنية مستعدة للذهاب والانخراط في مشاورات من أجل إنهاء الحرب وإنهاء ما يعانيه الشعب اليمني. أنا وأنت وكل اليمنيين نتمنى أن تنتهي الحرب، هذه الحرب التي أحرقت الأخضر واليابس والتي أخذت منا أعز ما نملك من أخوة وأصدقاء و شباب اليمن في هذه الحرب، ونتمنى اليوم قبل غدا ان تنتهي الحرب، لكن ان تنتهي الحرب بشكل نهائي، وليس ان نؤسس الى مرحله صراع جديده بعد فتره بعد سنوات او بعد 5 أو 10 سنوات تعيد الحرب من جديد. نريد ان تنتهي الحرب، ان تنتهي الميليشيات، ان ينتهي الانقلاب، ان تعود الدوله لممارسه عملها، وانا اعتقد ان الامريكان يعوا جيدا وكذلك الغربيين والمؤسسه الدوليه يعوا جيدا ان الحكومة مستعدة للذهاب إلى مشاورات ومستعدة لتقديم تنازلات من أجل الشعب اليمني والانخراط في مشاورات وفقا للمرجعيات المتفق عليها مسبقا. طيب دعني أركز على نقطتين من كلامك، مسألة أو نقطة مهمة من كلامك، مسألة تشخيص المشكلة حتى يتم الحل بشكل جيد. أنقل هذه المسألة إليك أستاذة ميساء، هل كانت تصريحات ماتس وكذلك بومبيو خارج نطاق ما تفضل به الأستاذ مختار من أن المشكلة في اليمن لم تشخص بشكل جيد بعد، التي يقول أنها إنهاء الانقلاب بالأساس؟ ليش لم تشخص بعد؟ هي المسألة أن العالم يريد إنهاء ملف، ليست مهمته هو حل مشاكل اليمنيين. هذه المسألة، الحرب أولا بتدار بشكل عسكريا وسياسيا، بتدار بشكل خاطئ 4 سنوات حتى من بعد الذي حدث في الجنوب، من بعد خروج الجنوب من سيطرة الحوثيين لم يحدث أي تقدم عسكري يذكر، سوى الآن تقدم نحو الحديدة، وهو يبدو تقدم يعني يزيد قلق ومخاوف العالم نحو أنه ممكن هذا يؤدي إلى مجاعة في اليمن، يوسع من حجم المجاعة في اليمن، وهذا سيؤدي إلى زيادة إثارة الرأي العام على السعودية التي هي الآن تعاني من أكبر حملة إعلامية وسياسية ضدها من بعد 11 سبتمبر، وهذه حملة كبيرة جدا لا تتحمل السعودية إضافة مشكلة لها. فأعتقد التقدم من الحديدة بما يعني من أساس إنسانية مسألة صارت مستبعدة، فبالتالي حاليا عسكريا هو الأمر واقف. الحكومة فشلت في إدارة الحكومة والتحالف الاثنين مع بعض فشلوا في إدارة الوضع سياسيا في المناطق التي تحت سيطرتهم، وهذه ليست مسؤولية العالم. يعني في العالم النهائي يبحث عن حلول وفرص لصالحها، تخدم مصالحها، ليست مسألة
بالنسبة له هو حل مشكلة بالضرورة. هو ما تسعى مني نتكلم عن عدة قضايا. المسألة الأولى هي كيفية تأمين السعودية وحدودها، تتعلق بأنه الحوثيين لابد أن يوقفوا أنه نزع منهم الصواريخ، المنظومة الصواريخ التي يمتلكونها، مع العلم أن الحوثيين يمتلكوا المعرفة، يعني هم تدربوا على كيفية تصنيع هذه الصواريخ، لكن يمكن أنهم حاليا سيتم نزع الصواريخ هذه منهم. حدود منزوعة السلاح بينهم بين السعودية. اليمن كدولة لم تمتلك أي منظومة صواريخ، هذا البند الثاني. البند الأخير مسألة حكم ذاتي للمناطق اليمنية المختلفة، يعني ما يشبه الفدرالية، تقسيم اليمن فدراليا. لم يذكر فكرة الانفصال ولا فكرة عودة حكومة مركزية أو دولة مركزية بالشكل الذي كان. يعني ملفات سياسية وعسكرية بالدرجة الأساسية. أسأل هنا الأستاذ مختار فيما يتعلق بهذه التفصيلات، مسألة يمن خالي من الصواريخ البالستية، تأمين الحدود بشكل أساسي، يبدو موقف الحكومة غير واضح من هذه المسائل باستثناء الحديث على القرارات الدولية، القرار 2116 الذي لا يبدو مفصلا في هذه النقاط. هل وضحت لنا بشكل أكبر موقف الحكومة من مسألة مثل نزع الصواريخ، نزع السلاح الثقيل، ما يعني ذلك؟ نعم، بالنسبة لهذه النقطة وهي نقطة طبعا تهم أمن الجيران بالتحديد المملكة العربية السعودية، لا أعتقد أنها ستكون عقبة في الوصول إلى حل لإنهاء الحرب في اليمن من ناحية نزع الصواريخ البالستية، لأن الحكومة أو أي نظام قائم في اليمن لا أعتقد أنه من الممكن أن يدخل في حرب أو في عداء مع المملكة العربية السعودية، لأن في الأول والأخير المملكة هي قدرنا ونحن قدر المملكة العربية السعودية، لا يمكن أن نغير موقعها الجغرافي ولا يمكن لها أن تغير موقع اليمن الجغرافي، لا يمكن لنا إلا أن نكون في وئام وفي علاقة جيدة مع المملكة العربية السعودية، وهذا ما حدث طوال الفترة الماضية حتى جاءت الميليشيا الحوثية التي عرضت عضلاتها وبعد أن سيطرت على المناطق والمحافظات خرجت باستعراض بمناورة عسكرية في منطقة لا تبعد عن المملكة العربية السعودية بخمسة كيلومتر، وهي كانت رسالة للمملكة العربية السعودية من قبل الحوثيين أننا نجهز أو نعزل العدة للدخول معكم بحرب، وبالتالي رسائل التطمين للجيران وبالأخص المملكة العربية السعودية وكذلك الجيران الآخرين سواء سلطنة عمان أو غيرها من الدول القريبة من اليمن، رسائل التطمين لهم أعتقد أنها إيجابية وأنها تصب ايضا في صالح العلاقات الاستراتيجيه والعلاقات التي من المفترض ان تجمع ما بين الاشقاء فيما بينهم البيت. أشكرك مستشار وزير الإعلام أستاذ مختار، رحب بكم معنا عبر الهاتف من الرياض. أرحب بمن ينضم إلينا مشاهدينا من لندن، الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد جميح. دكتور، تصريحات يعني في سياق الحديث عن تصريحات الخارجية، موقف الحكومة اليمنية منها، ما هو المتوقع برأيك خلال الفترة القادمة خصوصا مع وجود نوع من الجمود؟ يعني ليس هناك تحرك كبير على الجبهات العسكرية، نتحدث عن الحديدة، عن صعدة أيضا، عن مناطق أخرى، في مقابل هناك تحركات كبيرة سياسية وتصريحات تدفع بهذا الصدد، برأيك ما الذي سيحدث في الأيام القادمة؟ طبعا كما هو يبدو يعني مخططا له أن تبدأ المحادثات السياسية بين الطرفين في بداية شهر ديسمبر القادم، وهذه هي مهلة شهر نوفمبر هي التي أشار إليها وزير الخارجية الأمريكي بالإشارة إلى 30 يوما وقت العمليات العسكرية خلال هذه الفترة. لكن يعني المفاوضات التي أو المحادثات التي لم تبدأ في جنيف الماضية التي لم يحضرها الحوثيون تطرح سؤالا هنا عن مدى جدية الحوثيين في الحضور أولا، وعن مدى جديتهم والأطراف المختلفة في إنضاج حل سياسي وتوصل للحل السياسي، إذ أنه إذا كان من الصعوبة بمكان جمع الفرقاء في مكان واحد فلنا أن نتصور كيف يمكن أن يكون صعبا الاتفاق على حل، وإذا تم الاتفاق على حل فلنا أيضا أن نتصور كيف يمكن أن يكون أكثر صعوبة تنفيذ هذا الحل على الأرض. إذا المسألة لا أعتقد أنها بهذه السهولة. لماذا؟ لسبب بسيط، وهو أن الأطراف المختلفة لم تصل إلى قناعة بعد بأنه يجب أن يكون هناك حلا أو حل سلمي في البلاد. الحوثيون يرون أنهم في وضع مريح في الفترة الراهنة،
ينظرون إلى المملكة العربية السعودية على أساس أنها تواجه ضغوطا دولية على خلفية مقتل خاشقجي، وينظرون كذلك إلى نوع من التحول، يقرؤون الخريطة كنوع من التحول الدولي إذا رفض الحرب واستمرار الحرب في اليمن. وهذا صحيح، هناك موقف دولي بدأ يتصاعد لوقف هذه الحرب. الموقف الأمريكي الذي كان البارحة عززه أيضا اليوم الموقف البريطاني على لسان رئيس الوزراء تيريزا ماي التي عبرت عن دعم واسع لتصريحات وزير الخارجية الأمريكي بضرورة الذهاب إلى الحل السياسي. عضد ذلك قبل يومين تصريحات وزيرة الجيوش أو الدفاع الفرنسية التي أكدت على أنه ليس هناك حل عسكري في اليمن وينبغي للجميع أن يذهبوا إلى مائدة المفاوضات. كل هذه المؤشرات تشير إلى أن الحل السياسي هو المفضل دوليا، لكن طبعا ترى المسألة تعقيدات هذا الحل وتشابكات الواقع على الأرض وشروط الحل السلمي في البلاد هي محل أسئلة فيما إذا كانت الأطراف المختلفة ستقدم تنازلات لإحقاق هذا الحل أما أنها ستظل متمسكة بمواقفها. لكن بالمحصلة النهائية هذه الحرب لا يبدو أنها حتى توجد حل سلمي، سيكون هذا الحل السلمي هشا وسيكون التوافق هشا في ظل وجود مراكز قوى كبيرة وفي ظل وجود عدم اقتناع الداخلي بضرورة وقف الحرب. أتصور طيب هل يمكن لهذه الدول دكتور محمد لكنه لن يكون متينا. نعم، هل يمكن لهذه الدول جميعها، يعني نتحدث عن فرنسا عن أمريكا عن بريطانيا حتى دعوة سويدية ويعني سعادة من قبل مارتن جريفيث إن صح التعبير بهذه التصريحات، هل يمكن لكل ذلك أن يضغط بشكل أو بآخر على الحوثيين لحضور أي مفاوضات قادمة وتجنب ما حدث وأشرت إليه في جنيف؟ هو يعني الواقع أن لدى المجتمع الدولي أوراق ضغط، في حين أنه يبدي عدم وجود أي أوراق ضغط عنده على الحوثيين. هو لديه كثير من أوراق الضغط على التحالف وعلى الحكومة بحكم أن هذه هيئات معتبرة ودول تعتبر أعضاء في الأسرة الدولية، لكن يتعلل بأنه لا يوجد لديه أوراق ضغط على ميليشيا. لكن في الواقع أنه يمكن نضغط على الحوثيين عن طريق الحديث إلى الإيرانيين، عن طريق الحديث أيضا إلى العمانيين الذين يملكون أوراقا وعلاقة طيبة أيضا بمختلف الأطراف خاصة الحوثيين في اليمن. لكن هل يريد المجتمع الدولي أن يفعل هذه الأطراف أم أنه فقط تحت حكم التأثير الطارئ من خلال مقتل جمال خاشقجي يريد أن يصل إلى مجموعة من الضغوط على السعودية، وليس بالضرورة أن يكون الهدف الأساس وإنهاء حرب اليمن، وإنما نوع من الاتزال السياسي للسعودية ونوع من تحصيل أكبر قدر ممكن من المكاسب من المملكة العربية السعودية على خلفية المناداة والدعوات الدولية لإيقاف الحرب اليمن التي ربما يرتجى منها أو ينظر إليها على أساس أنها ردة فعل لمقتل خاشقجي ونوع من الضغط السياسي على السعودية، وليست دعوات حقيقية ربما تقام لإنهاء النزاع في اليمن، لأنه لا تزال الإدارة الأمريكية متمسكة بموقفها الداعم رغم التصريحات الداعم للتحالف العربي في اليمن، ولا تزال أيضا كبريات الدول الغربية لم تحدد موقفا من بيع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات والدول الداخلة في التحالف. وبالتالي يصعب أن نقول أن هناك إرادة دولية واضحة ونقية وسليمة في إحلال الحل السلمي في البلاد. نعم. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا دكتور. أعود إلى الأستاذة ميساء شجاع الدين والمعذرة على الإطالة أستاذة ميساء. في السياق ما أشرت إليه من مسألة تصريحات ماتس حول منطقة منزوعة السلاح على الحدود وأن الحوثيين كما تقولين يمتلكون المعرفة في مسألة تصنيع الصواريخ وإن كان صرح ماتس بوجوب نزع هذه الأسلحة، بالنسبة للحوثيين كيف يرون هذه الدعوات لعملية سلام قادمة وكيف ينظرون برأيك إلى جهود مارتن جريفيث بهذا الصدد؟ بالنسبة للحوثيين أتصور مع بعض الضغط مزيد من الضغط سيواصلوا، خصوصا أنهم الآن كانوا قبل عدة أيام في زيارة وافد أنهم كانوا في زيارة روسيا، ممكن من خلال الضغط على روسيا ممكن في دولها أيضا في أيضا أوروبا خطها مفتوح مع إيران ممكن تضغط منها على أنه الحوثيين
أيضا يستجيبون هذه المسألة، وأتمنى أنهم سيستجيبون، لأن هذا هو عملية مطالبهم. هم الحوثيين ليس لديهم مشكلة مع السعودية، هم مشكلتهم داخلية، مشكلتهم هي الرغبة في السيطرة داخل اليمن. طيب مسألة ما أشار له ماتس من مسألة حكم ذاتي، هل ترضي الحوثيين في هذا الوقت؟ خاصة وأنا كانت يعني هناك حديث أكيد قبل أكيد نعم. يعني صنعاء بالحديدة ممكن ترضيهم، هم الآن بيقولوا أنها لا ترضيهم، لكن هذا النوع من أداة السقف التفاوضي للتفاوض أكثر. بس أتصور أنهم لو أخذوا الحديدة هم ما عندهمش مشكلة، لا أتصور أن لديهم أي مشكلة، ستكون الحديدة بالتأكيد تابعة لهم. أشكرك أذى. إذن الأستاذة ميساء شجاع الدين الكاتبة والباحثة كنت معنا عبر الهاتف من المنامة. بالعودة إليك دكتور محمد، يعني في سياق كل ذلك يبدو أن اليمنيين يعني مترقبون لما سيحدث. هناك من يعول على أن تنتهي هذه الأزمة، هذا الانقلاب بحل عسكري، هناك من يرى أن الوضع الإنساني صعب، وزيادة أمد وطول مدة هذه الحرب يكلف اليمن كثيرا. ما هي مصلحة اليمنيين من كل ما يجري، وكذلك أيه أقرب لهم أو أيهم أكثر فائدة بالنسبة لليمنيين في هذا الوقت؟ طبعا أنت عندما تتحدث عن عامة الناس، يعني عامة الناس هم ليسوا مستفيدين من الحرب ويريدون أن تنتهي هذه الحرب في أقرب فرصة ممكنة، لأن الأضرار التي نجمت عن الحرب لحقت عامة الناس ولم تلحق يعني زعماء الحرب إنجاز التعبير. وبالتالي لا يمكن أبدا نطرح سؤال يعني هل اليمنيون كشعب وكعامة ناس مستفيدون من إنهاء الحرب؟ بالطبع هم مستفيدون ويريدون إنهاء اليوم قبل الغد. يعني هي النقطة، لأن هناك حديث على أن عدم إنهاء الانقلاب والوضع بشكل جذري سيؤجل الحرب إلى وقت آخر قد تحدث خسائر أخرى وأكبر فيه. أنا لا أتصور أن ولا أقرأ في ما يطرح من حلول أنه يمكن أن يبقي على الانقلاب كما هو. يعني الإشارة التي وردت في تصريحات وزير الدفاع الأمريكي حول حكم ذاتي هي متضمنة أو يمكن أن تفهم في إطار الدولة الاتحادية التي هي أصلا مخرج من مخرجات الحوار الوطني، ويعني هذا مقرر معد. يعني بالنسبة لبقية القضايا التي ربما وهي يعني قضايا أخرى مجرد تسريبات، يعني حول مسألة الصواريخ ونزع السلاح وما إلى ذلك، تظل هذه المسألة قابلة للحوار، لكنها لا تخص مسألة بقاء سلطة في اليمن غير شرعية. الحل لم يخرج حتى هذه اللحظة عن إطار المرجعيات الثلاث، والمرجعيات الثلاث واضحة ومحددة، وخاصة القرارات الدولية واضحة إذا أن هناك انقلابا في البلاد وأن هناك حكومة شرعية يتم التعامل معها. كون أن الحل يمكن أن يبدأ على مراحل لينتهي في الأخير إلى الصيغة النهائية بإسقاط الانقلاب، هذا ما يسعى إليه المجتمع الدولي. ولكن الخشية هنا أن تبدأ المرحلة الأولى في تطبيق مجموعة من المقررات من الحلول، ثم تنتهي بعد ذلك إلى إقرار أمر واقع وندخل في سجالات أخرى وفي حرب ربما منسية. لكن بالمجمل أنا أرى أنه لا يمكن أبدا لأي طرف من الأطراف في الخارج، سواء الأطراف الإقليمية أو الأطراف الدولية، أن تفرض حلا لا يرضاه اليمنيون جميعا وبمجملهم، حتى وإن كان هذا الحل مدعوما من المجتمع الدولي أو مدعوما من قوى فاعلة، ما لم يلبي إرادة عامة اليمنيين في وجوب ذهاب الانقلاب عودة الشرعية بمعناها الدستوري إلى البلاد، فإنها كما تفضلت أخي الكريم لن تكون أكثر من وقفة صراعات محارب ثم تعود الحرب بعدها مرة أخرى. أشكرك دكتور محمد جميح الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من لندن. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات زملاء العاملين في طاقم العمل الفني والتحريري. إلى اللقاء.